محافظة طرطوس تكرم أسر شهداء التفجيرات الإرهابية التي حصلت الشهر الماضي، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. كرمت محافظة طرطوس أسر شهداء تفجيرات أرزونا التي حصلت الشهر الماضي، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في مبنى المحافظة بحضور فعاليات رسمية وحزبية. هذه الرسالة التي نوجهها اليوم، مهما فعلوا من إرهاب على جغرافية سوريا لابد أننا منتصرين. هذا الجيش الجبار، الجيش السوري العملاق، وهذا الشعب العظيم لا يمكن أن ينكسر. في كل يوم هذه المحافظة وكل قرى المحافظة وكل محافظات سوريا تضيف نجمة جديدة في السماء من شهداء الوطن دفاعا عن أرض سوريا، فمهما فعلوا ذلك لم يسنين على الأطلاق، بل سنستمر في مواجهة الإرهاب. محافظ طرطوس أكد في كلمته خلال التكريم على عظمة التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في سبيل حمايته من رجس الإرهاب، ليفشل بصموده وبتكاتفه كافة المخططات التي تريد تدمير الوطن والمواطن. بتوجيه طيب وكريم لسيد الوطن، تم استكمال تكريم ذوي الشهداء الذين ارتقوا بالعمل الإرهابي والتفجير الذي جرى بقرب بلدة أرزوني، وذلك بحضور رفيقنا أمين فريق حزب البعث الاشتراكي ورفاق أعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي والسيد رئيس مجلس المحافظة. الله يحمي الجيش كلياته، والله ينصره، والله يرحم أرواح الشهداء كلياته ورفع راسنا. ابن شهيد رحمه الله، الله يرحم كل الشهداء، الله ينصر البلد، الله يحمي الجيش كله. كما عبر ذوي الشهداء عن فخرهم بشهادة أبنائهم، وأن أبناء طرطوس كما كل السوريين متمسكون بهذه الأرض الطاهرة ومستمرين في تقديم الغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة سوريا. وزير التربية يدشن المجمع التعليمي في ضاحية قدسية بريف دمشق. انطلاقا من أن تربية الأبناء أساس بناء المستقبل وازدهاره فكرا وقيما وحضارة، دشن الدكتور هزوان الوز وزير التربية يرافقه همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب الاشتراكي والمهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق المجمع التعليمي في ضاحية قدسية. كما تفقد وزير التربية ما تم إحداثه في المجمع بدءا من المعهد التجاري التقني المصرفي وعدد من الثانويات والروضات. وأكد وزير التربية أن قوى الظلام والإرهاب لن تستطيع أن تخمد جذوة الحياة في داخلنا، لأن العلم انتماء للحضارة الإنسانية ومواكبة للعصر، وشدد على ضرورة استمرار تشييد وإعادة الإعمار لتبقى المدارس صروحاً للعلم الذي يبني الإنسان المتعلم المحب للوطن. إن افتتاح هذا الصرح التعليمي وقد اطلعتم جميعاً عليه، حيث أنه يمتد على مساحة 30 دونم ويتضمن 4 كتل مدرسية، كل كتلة مدرسية عبارة عن 32 قاعة صفية، بالإضافة طبعا إلى مختلف المرافق والملاعب ومسرح مجهز بشكل كامل، وإضافة إلى البناء الإداري للمجمع. هذا رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب السوري طبعا مصر على الحياة ومصر على العلم، وهي رسالة للعالم أجمع بأنه لن يستطيع الإرهاب أن يخمد جذوة الحياة لدى الشعب السوري. حزب البعث العربي الاشتراكي يعمل يدا بيد مع الحكومة السورية ومع وزارة التربية تحديدا في بناء الجيل بما يتناسب مع الدور الوطني في سوريا، مع تربية هذا الجيل يكون مدافعا صامدا في وجه كل الاعتداءات التي تتعرض لها سوريا، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية. نحن بالتعاون مع وزارة التربية أمننا الكادر التدريسي الكفء، وقدمنا الأرض لإقامة هذا المجمع عليها، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة لهذا المجمع من مياه، من حتى رح نكون في الفترة القريبة أيضا رح يكون اهتمام بالحدائق تبع هذا المجمع، وإن شاء الله نحن بمتابعة مستمرة ومع السيد وزير التربية مشغول بكل ما يحتاج هذا المجمع. ويأتي تدشين هذا المجمع التعليمي في إطار إعادة النظر بالبيئة المدرسية وتجاوز النمط التقليدي للبناء المدرسي والاعتزاز بأن الجهة الدارسة للمشروع وجهة الإشراف على الأعمال
هو الجهاز الفني للهيئة العامة لأبنية التعليم، وأهم ما يميز هذا المجمع التعليمي وجود المرافق والملاعب والحدائق والمسرح والصالات الرياضية. أربعون طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية المقدمة من جمهورية أرمينيا إلى الشعب السوري تصل إلى اللاذقية. استلمت محافظة اللاذقية 40 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية مقدمة من جمهورية أرمينيا إلى الشعب السوري لتعزيز صموده في مواجهة الأضرار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول الغربية والإقليمية. بتوجيه من رئيس جمهورية أرمينيا تم إرسال هذه المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق. لابد من الإشارة والتأكيد أن هذه الصداقة لها جذور متينة وقديمة منذ عام 1990، منذ كانت جمهورية أرمينيا في أزمة اقتصادية وغذائية، ومدت الجمهورية العربية السورية يدها بإرسال 6,000 طن من القمح ومواد غذائية وأدوية ومحروقات إلى جمهورية أرمينيا. هذه المساعدات تدل على عمق العلاقة والصداقة بين سوريا وأرمينيا، فكما هو الحال بالنسبة لروسيا تقدم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، كذلك أرمينيا هذه الدولة الصديقة لسوريا تقدم هذه المساعدات الإنسانية للشعب السوري من أجل زيادة الصمود في وجه الهجمات الإرهابية التكفيرية. المساعدات التي ترسلها الدول الصديقة هي مساهمة في دعم وتعزيز صمود السوريين في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرًا على العالم أجمع. أكثر من 500 متبرع ومتبرعة نفذوا حملة تبرع بالدم في حلب دعمًا لجرح الجيش العربي السوري والجرح المدنيين الذين تستهدفهم العصابات الإرهابية. فعاليات من حلب قامت بحملة تبرع بالدم في مقر بنك الدم شارك فيها أكثر من 500 متبرع ومتبرعة، وذلك دعما لجرح الجيش العربي السوري وللجرحى والمصابين من المدنيين الذين تستهدفهم العصابات الإرهابية بالقذائف الصاروخية. رسالة محبة من أبناء حلب الشهباء لأبناء الجيش العربي السوري على الانتصارات التي يقدمها جيشنا الانتصار تلو الانتصار ووقوفه خلف جيشنا الباسل. اليوم وبعد مرور عام كامل على التعاون التام الروسي السوري من أجل مكافحة الأرهاب على الأرض السورية، كانت هذه الحملة حملة التبرع بالدم وفاء للجيش العربي السوري الذي يسطر اليوم أروع ملاحم الانتصارات في كل أرجاء حلب وفي كل أرجاء سوريا، لكن نتحدث بشكل خصوصي عن محافظة حلب. هذه الانتصارات التي تتتالى بفعل التعاضد بين الجيشين السوري والروسي، هذه حملة الدم المشتركة بين روسيا وسوريا دليل على أن الدم السوري والدم الروسي واحد، وقد اشتركا على الأرض السورية من أجل مكافحة الإرهاب العالمي ونيابة عن العالم أجمع. مساعدة القوات السورية هذا أقل شيء في قدمه للجيش السوري، أنه يتبرع بدمه مشان يمتزج الدم السوري مع الروسي على الأرض السورية في مكافحة الإرهاب. اليوم جئنا لنتبرع للجيش العربي السوري في الدم، هذا أقل ما يجب أن نقدمه لجيشنا رغم هذه الانتصارات التي يحققها على ساحات حلب. نبارك لوطننا، وفي السادس من تشرين هو يوم الانتصارات، يوم يرفع به العلم السوري في ساحات حلب جميعا إن شاء الله. نساند الجيش بدمائنا وبأرواحنا وكلنا فداء لسوريا حتى تعود إلى عزها وألقها كما كانت مزدهرة في الماضي. نعاهد الجيش أن نكون الرديف له ونحمي الوطن خلفه صفا واحدا ونكون جندا لهذا الوطن. جاي اتبرع على الجيش بالدم، وألف تحية للشهداء، وبتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وألف تحية للجيش. نحن اليوم طبعا كاتحاد عمال محافظة حلب حابين نتبرع بدمنا للجيش العربي السوري، هذا أقل شيء منقدمه لجيشنا العربي السوري بتضحياته العبد ما. أقل شيء منقدمه للجيش العربي السوري تضحيات الجيش العربي السوري من أجل الشعب السوري ونصر الشعب السوري. المشاركون في حملة التبرع بالدم أكدوا أن ما قاموا به هو أحد أشكال المؤازرة والتعبير عن عمق محبتهم وامتنانهم لكل رجال الجيش السوري.
بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد شبيبة الثورة وذكرى حرب تشرين التحريرية احتفالية في حمص تم خلالها تكريم عدد من الطلاب. بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد شبيبة الثورة وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية عام 73 التي سطرت أروع ملامح البطولة في القضاء على غرور وغطرسة العدو الإسرائيلي، نظم فرع حمص لاتحاد شبيبة الثورة فعالية احتفالية لهذه المناسبة. نحن تعلمنا في حرب تشرين وما بعد حرب تشرين أننا نحن دعاة السلام، نحن لا نريد الموت لأحد، نحن ندافع عن أنفسنا، نحن نعشق الحرية لنا ولغيرنا ونكافح اليوم كان ينعب شعبنا في الغد. بهذه المناسبة تؤكد جماهير الشباب في محافظة حمص انتمائها للوطن وتجدد عهد الوفاء والولاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وأيضا تتخذ من هذه المناسبة حالة وطنية لانطلاقة جديدة لشحذ الهمم نحو مستقبل أفضل ليكونوا شبابنا رديف للجيش العربي السوري. ما ننسى التحية الغالية لشهدائنا اللي رووا هاي الأرض الطاهرة، وكلهم كانوا حقيقة بهاي الأزمة شعلة، وبالتالي المشاركة اليوم شباب الوطن بهاي المناسبة العظيمة بالتأكيد ليعبروا عن محبتهم وانتمائهم لأرضهم وبلدهم ولقائدهم، وأيضا هم الفكر النير اللي يحمل سوريا في المرحلة القادمة. الفعالية الاحتفالية تمت بحضور أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار سباعي ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية. قمنا بتكريم الطلاب الأوائل، الطلاب لازم ندعمهم نحن بظل هاي الظروف اللي عم يعيشوا فيها وعم يحققوا إنجازات، نحن معهم دائما وأبدا لأنه هدول الشباب المستقبل شركاء بالحل راح يساهموا بإعادة إعمار هذا البلد. عم نحتفل بذكرى حرب تشرين التحريرية طبعا اللي قادها القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد، حرب النصر على كل طغاة العالم، على العدو الإسرائيلي الذي لا يزال إلى اليوم أن يريد بنا كل شر وكل سوء، ولكن نقول له نحن شعب أبي، شعب صامد، شعب قوي بقيادتنا الحكيمة وبجيشنا العربي السوري. بشكر كل من قام بهذا التكريم لأنه هو هذا الشيء بيدعو لنا للفخر، ونحن أكثر شيء بنكون مبسوطين وقت نشوف أهل مدينتنا مفتخرين فينا ومبسوطين فينا، وإن شاء الله بيرجع بلدنا بألف خير. تخلل الفعالية عدد من الفقرات الغنائية واللوحات الراقصة، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتفوقين والمتميزين وعدد من الإعلاميين كعربون شكر على تميزهم.